العلم إخواني مبني على الدقة بخلاف البلاغة والفصاحة، عرفتوا كيف؟ هذاك بيجيب لك عبارات وبيجيب لك، هذا كلام إنشائي، أما العلم ما في إنشائي، في كلمة لها مدلول ويجب أن يكون المدلول بمكانه بقدره. نعم، سمي هذا المد مد الجائز كما هو معلوم لديكم، لأن القراء منهم من روى لنا مده ومنهم من روى لنا قصره. مده قيل إنه محمول على مين؟ على المتصل، محمول عليه يعني مقيس عليه، هذا كلام طبعا يعني توجيه، وإلا هو هكذا مروي. تبهنا كيف؟ نعم. كم يمد المنفصل؟ يمد إما 4 حركات أو 5 حركات من طريق الشاطبية والتيسير. هو إذا بدك الدقة الدقة، 4 حركات من الشاطبية و5 حركات من مين؟ من التيسير. تحبون نتوسع شوي ولا بلا؟ طيب، الداني رحمه الله ألف كتاب التيسير، معروف هذا الشيء. مين نظمه؟ الإمام الشاطبي. طيب، الداني في التيسير ذكر فوق القصر 4 مراتب، فوق القصر والتوسط وفوق التوسط والطول. أعطى فوق القصر لقالون وأبو عمرو اللي هو يعني الدوري من أحد وجهه، وأعطى التوسط لابن عامر والكسائي، وأعطى فويق التوسط لمين؟ لعاصم اللي هو 5 حركات يعني، وأعطى الطول لورش ولي حمزة. انتبهنا كيف؟ الشاطبي الله يرحمه في الشاطبية ما ذكر فوق القصر إلا مرتبتين، إيش هما؟ التوسط والطول. قال فإن ينفصل، شو قال؟ إن حرف مد لا، هذه بالطيب الشاطبي، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة، أيوه. فإن ينفصل فالقصر بادره طالب من بخلفهما يرويك درا ومهض. نعم، فذكر فوق القصر مرتبتين، الطول لحمزة وورش والتوسط للباقين. طب وين راحت 3 و5؟ الشاطبي الله يرحمه ذكر لنا تلميذه أبو الحسن السخاوي، أول من شرح الشاطبية، ذكر لنا أن الشاطبي كان يقول هذه المراتب لا تكاد تنضبط. فاللي عنده 3 حركات الشاطبي رفعها لوين؟ للأربعة. واللي عنده 5 حركات نزلها لوين؟ للأربعة. فالتغى عنده كم مرتبة؟ مرتبتين، الفويق القصر وفويق التوسط. شو بقي عنده؟ التوسط والطول، عرفتوا كيف؟ فلذلك لما نسأل كم يمد المنفصل والمتصل لحفص، منقول 4 بـ4 أو 5 بـ5. 4 بـ4 على كلام من؟ الشاطبي. 5 بـ5 على كلام من؟ الداني في التيسير. واضح يا أخواني؟ واضح؟ بمعنى 4 مع 5 ما بيجوا، ما بيركبوا مع بعض، ما بصير تأخذ 4 مع 5 أو 5 مع 4. وضح يا أخي؟ 5 مع 5 والـ4 مع الـ4. طيب، تنبيه، كتبت يا التي للنداء وها التي للتنبيه في المصحف الشريف محذوفة الألف موصولة بما بعدها، نحو يا أيها، يا أولي، ها أنتم، هؤلاء. انتبهنا؟ بعد الهاء وبعد الياء شو في ألف، لذلك يا أيها لو كان في الخط موصولا لكنه في التقدير مد منفصل. هؤلاء فيها مدين، المد الأول بين ها وبين أولاء، هذا المد منفصل، لكن أولاء هذا المد إيه؟ متصل، مع أنه بالخط كلاهما موصول. شايفين كلمة هؤلاء موصولة في الخط، لكن على الحقيقة ها كلمة وأولئك كلمة أخرى. شو قال إمامنا الجزري؟ ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من التعريف يعني، ويا وها لا تفصلي، يا يعني يا النداء، وها يعني ها التنبيه. واضح يا شباب؟ المد الواجب المتصل.
طبعا لما هون عم نقول واجب متصل هنيك شو قلنا؟ جائز منفصل، لأنه هذا مجمع على تطويله عن حركتين. ما في أحد أبدا 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 روى المتصل حركتين قصرا يعني أبدا، لا بد من مده، لكن اختلفوا بإيش؟ بمقدار هذا المد، لذلك بيسموه واجب، بينما المنفصل بيسموه جائز. هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، هو أن يأتي حرف أيضا هنا في دقة، هو أن يأتي حرف المد وبعده، أيام بيقول لك هو أن يأتي حرف المد والهمز في كلمة واحدة. طب إذا قلت أن يأتي في كلمة واحدة وما عينت من قبل من بعد، ممكن ينعكس الموضوع، ممكن تجي الهمزة قبل حرف مثل آمنوا، هذا مو متصل آمنوا، فلا بد أن نقول هو أن يأتي حرف المد وبعده، فنبين بأن الهمزة وين. انتبهتوا؟ هذه شو اسمها إخواني؟ دقة في التعريفات. نعم، طبعا الأمثلة معروفة لديكم، وجاءكم سوء العذاب سيئ بهم، يقال له المد الواجب لوجوب تطويله عن الطبيعي لكل القراء، ويمد في رواية حفص عن عاصم بمقدار 4 أو 5. تنبيه واحد، توسط المنفصل يكون فقط مع توسط المتصل، فوق التوسط في المنفصل يكون فقط مع مين؟ مع مثله في المتصل. هي جدول يبين ما ذكرناه، 4 مع 4 و5 مع 5. تنبيه الثاني، ها في قوله تعالى ها أم من أصل الكلمة وليست للتثنية، وليست للتنبيه، استغفر الله، وليست للتنبيه، وعليه فالمد فيها مد متصل وليس مدا منفصلا. هؤلاء قلنا منذ قليل إنه منفصل، لأنه في كلمة موجودة في الدنيا شو اسمها؟ أولئي، لكن ما في كلمة اسمها أم. تبهنا حتى نقول ها أم، ما في، ما يقال أم، بل يقال ها أم، كلمة بمعنى خذوا، ها أم، وضح يا أخواني؟ بينما أولئي تقال لوحدها أم لا تقال؟ تقال، أولئي الذين يفعلون كذا كذا، فمستعملة في كلام العرب. إذن هي كلمة، لا، في سورة الحاقة ها أم مد إيه؟ متصل. نعم، علامة المد في ضبط المصحف، انتبهوا على اللوحة لو سمحتوا، اصطلح العلماء على وضع هذه العلامة فوق حرف من حروف المد إشارة إلى تطويله عن حده الطبيعي، وأصلها كلمة مد تحولت مع مرور الأيام إلى شكل المد، انظر صفحة كذا، سيأتي معنا هذا إن شاء الله.